الاسعار هالايام ارتفعت، ما ندري ليش الاسباب شو اللي صاير عندهم بالسوق. المفروض من غرفة التجارة ان تلاحظ السوق بصل من دينار الى 6 دينار. خلاص احنا مقبلين على شهر الله، شهر رمضان. ما اعرف وش يعني، المفروض الحين وزارة التجارة تشدد رقابة عليهم يعني. على الليمون كيلو دينار 900. يرفع السعر قد ما يبغى على راحته، والبحرين يجي المواطن الفقير يبغى يشتري ما يقدر يشتري، البضائع غالية. الفواكه شيء خيالي صراحة، الإنسان حط ايده على راسه، قرطاسة مالت تفاح بدينارين ونص، احنا كنا ناخذها على دينار ونص، في فرق دينار واحد. اسباب هذا المرض كورونا، لان السيارات ما تجي والطائرات ما تجي، وصار هنا سرعة الاسعار شوي. اول زين الاسعار ما فيها يعني زياده.